صباح الخير جايز. بالفيديو اليوم نحن بنسوي اكبر صحن اندومي بالعالم. ولازم كتير اندومي جايز. يلا جايز جاهزين؟ جاهزين. طبعا حبايبي زي ما انتم شايفين فيديو اليوم راح يكون عندنا اكبر صحن اندومي بالعالم. بس عشان يكون عندكم علم انه الاندومي شغال 100% مش خربان، يعني راح ناكل الاندومي كلياتنا. طبعا جماعه الخير ما ادري مو كم حبه جايب، كم حبه جايب يا مو؟ تعبني كذا ما اجمع. ليش يا خضار؟ ايوه بعد لي تشيكن، في تشيكن في لازم دايت، لازم دايت. اوكي حبايبي زي ما انتم شايفين كميه الاندومي موجوده عندنا، هسه شو بنحتاج؟ شو؟ اكبر صحن بالعالم. انا اخش؟ ايوه دقيقة دقيقة، ممكن بس لو سمحت. كيف بتطلع؟ ايوه كيف؟ يلا يطلع برا، يطلع برا. انت تعرف جايب اندومي خضار صح؟ هذا اللحم. واخيرا وصل. شنو الوصل؟ اندومي. اكبر اندومي بالعالم. يا سلام يا اخي، ما معقول. انا اوكي جايز، اخيرا اندومي هون، لانه هون كبير يعني كثير كبير، لازم جاي مع سياره. اطول اندومي راح تشوفوه بحياتكم. واكبر اندومي بالعالم. واحد اثنين ثلاثه. والله دي حاجه خطيره، لكن هذا الاندومي طولك يا نار. صراحه انا يوان، ممكن بسرعه نستعجل. هذا اندومي. ايوه يوان، انا ما اكلت يا عمي. اوكي جايز، بس قبل ما نبلش الفيديو اليوم انا بتسوي فيديو مجنون بالابلكيشن 360 فيوز. كلكم لازم تروحوا بقناتي ب 360، لينك بالديسكربشن، واذا اشتركتوا بقناتي ممكن بتفوز جائزه كتير بجنن جايز. يلا بتروح بتشوف فيديو جديد، يلا بتروح تحت بالصندوق وبتشوف فيديو مجنون. يلا 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 يلا. طبعا لسه رح نحط الاندومي باكبر صحن بالعالم زي ما انتم شايفين، عشان الاندومي كبير فلازم نكونوا مثبتينه بحبال بلاش يوقع في الشارع. اوه ماي جاد. اوه انا زمان. شوي يلا يلا شوي. شوف الاندومي، واو. لا اله الا الله. سلولي هسه صار عندنا كثير اندومي، اكبر صحن بالعالم. ايوه بس كيف راح نشغل النار؟ يعني اكيد ما راح نحطه على غاز. شو بتسوي انت؟ خبرنا، انا زنت ابو الافكار. لا مو انا ما بعرف. شوف ورا. ها اكبر غاز بالعالم. فيديو اليوم في اكبر صحن، اكبر اندومي، اكبر غاز، اكبر كل شيء. اكبر كل شيء. هاي صار موجود عندنا اكبر غاز بالعالم. هذا شو بدنا نعمل؟ كل شو بدنا نعمل؟ داخل الصحن حطه هنا. بدنا نحط الصحن هون. هيا بنا. جاهزين؟ جاهزين. او كيف هسه بدنا نشوف الاندومي؟ وغير الصحن عندنا اكبر شوكه بالعالم. طبعا اول شيء لازم نحط الميه. بدنا نفلل الدنيا، بدنا نفللها مي، بعدين نحط الاندومي، بعدين نحط البراد، بعدين نولع الغاز. ايوه بعديها بدنا نتسمم ونموت. حبيت اخر نقطه. لا 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 اول مره بشوف مي، اول مره اشوف مي. ما في السودان ما عندنا كده يا اخي. تقال ما في مي، ما في مي، مي تبخر. في قلت لنا هو بحكي ما في مي بالسودان. اوكي راح نترك المي. رح نترك بربيش المي عشان يعبي لنص الصحن. تعالوا هسه مع بعض نولع النار. مو في تسريب والله. شوف لا خربان الصحن جايز، في تسريب. لا في هل في هل المشكل. اوه وكاي لعبه صغيره. روح انت شو تسوي؟ تكنيك تكنيك. اي تكنيك هذا؟ واحد ثاني واحد ثاني، حط واحد ثاني. توي حاطه. يلا 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 هيك يلا يلا هيك هيك. اي جايز، واخيرا في اندومي، في ماي. شو بد لازم؟ لازم نار، وهون عندك خشب. يعني هسه هذول الخشبات. يلا جايز لازم نسوي نار. يلا 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 الصحن. يلا 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 زي ما انتم شايفين بدنا نحط كميه كبيره من الخشب. بدنا نولع الدنيا هسه. حتى هون تعالوا على الجهه الثانيه، تعالوا بسرعه. خف 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 خف. يلا يا جماعه بدنا ناكل اندومي من طعم دبي. كلها اندومي اليوم. هذا السائل اللي راح يولع النار. لا 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 ترى مو مي. بدنا نعبي الخشب كله عشان ايش؟ نولع الدنيا. حبيبي خلاص خلاص بدي احرق بيتكم يا مو. خالد ليش بخاف؟ بتفجر وجهي؟ بتحرق وجهي؟ ما بتفجر، ما انا بعرف. غاز غاز كثير قاعد جوا. لسه قاعد بحط. جاهزين؟ بدنا نولع النار.
اكبر. يا سلام اكبر صحن اندومي. طبعا عبدين بحب المي، فهسه بدك تروح تفحصها تشوفها سخنه بارده. شوف حصريك حسن، بدأت تسخن، بدأت تسخن يا جماعه. دقائق وحده سخن يا جماعه. في صوت مفرقعات هنا، العاب ناريه. مو هات طفيت الحريقه ولا اليوم ما بناكل اندومي. طفيت النار صارت تزيد، لازم نعمل حراره وايد ارتفعت. أيوه. على فكره ما مشكل منو هذا. انس حاط 20000 خشب، لازم نسكر. لا لازم نطفي الحاجه دي. ليش ما شفنا صوت المفرقعات دي؟ طبعا حبايبي المي صارت كثير سخنه حبيبي. يلا حاليا لازم نطفي النار. شو بتسوي؟ يلا ابان ابان ابان. يلا بعيد في كهرباء صدق. في كهرباء يا قاعد. انا لا ولك فيها كهرباء. فيها كهرباء حبيبي، اقسم بالله في اشي مجنون. فيها كهرباء. لازم هاي لازم هاي لازم هاي. انا ما بدي اشتغل هون. شوف شو صار معي. اجوا اعطوني الطفايه. جاز نار 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 نار. في نار. هسه نار. يلا عبدين بطفي بالمي. يلا عبدين حبايبي جد الشغلات مجنونه قاعده بتصير. ما سكت بعد في نار. اصبر في نار، ما قاعد يخلص النار. ريلاكس وين في النار؟ هون هون. علوز ما تشوف حدا. هذا كم؟ ما تشوف كم هذا؟ هدي هدي انا هدي. كيف الماي؟ دقيقة عبدين هذا حار. دقيقة اجيب عند وجهي. معلش لا لا يا زلمة. حر. اوكي جايز، واخيرا ماي جاهز، ماي هار كل شيء تمام الحمد لله. واخر شيء شو لازم؟ اكبر اندومي بالعالم. يلا جايز يلا 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 جايز. شوف الاندومي، شوف 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 اول شيء. حاجات كثير واندومي كثير. طبعا حبايبي كلها اندومي فل من جوا. جاهزين حبتي الاندومي بالماي. جاهزين. يلا اوكي. هسه زي ما انتم شايفين حتى الاندومي جوا المي. هسه لازم نحركه بالشوكه عشان يصير اندومي. تاك شيء اعطيني. تفضل شباب اعطوني البهارات. صح وين البهارات؟ بهارات الاندومي وينهم؟ يلا يلا بهارات. لا نحط بهارات. بس اكبر اندومي اكبر اندومي اسحبوه. نصرت من سوق الجنة. انا ما حطيت انا ما حطيت. يلا لا لا افتح تمك. لا لا مش مستوي؟ مو طبعا يا جماعة الخير، وظيفتي انا اني احط البهارات. قاعد اضيف الفلفل وشو هالبهار؟ والله ما اعرف شو هالبهار، بس المهم لا تزيد فلفل. تبغون فلفل؟ فلفل ولا بدون فلفل؟ فلفل فلفل فلفل. احلى مامي مو طباخة طباخة. حتى اندومي ما قدرتوا تطبخونه جبتوا مامي مو. للي ما بيعرف حبيبي انا كثير بحب الشطة، فهاي احر شطة بالعالم. تعال نروح نحطها على الاندومي. ما حد يزعل مني، جبت علبة شطة. انا بحب الشطة. في فلفل وفي بهارات. نسحب شطة بس ما في دياي. تكتونا من السبايسي يعني ولا كيف؟ راح نحط الشطة. يسعد الله. شو بيصير ايش؟ شطة 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 شطة. وهيك بكون خلصنا من الشطة. حاليا احنا وصلنا لاصعب مرحلة. مرحلة شنو هي؟ مش هسه احنا لما بدنا نيجي نعمل اندومي لازم نقلل شوي من المية. طبعا بس كيف؟ في حل من الحلين، يا نخزقه من تحت. هذه هذا حلي انا، لا تسرق حلي لو سمحت. انا قلت الحل. جد والله؟ ايوه انا قلت. والله ما سمعت. اوكي يا بنجيب مثلا سطل بنحط مي وبنكبر. لا في حل ثالث. واحد يزمع عن طرف كل مي ينصب. يو go like this. اه لوك ذس. I will push it up on you. شو هذا فيلم من التفليكس؟ يلا 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 هي هيك قال هيك قال. يلا طبعا يا جماعه الخير عارفين هنعمل شنو هسي؟ هندخل السطل ده ليه؟ عشان نطلع الاندومي بدون المويه. ايوه شوفوا كيف عبدين ذكي يا اخي. شوفوا كيف كيف ذكي يا اخي. شغل مخك. ذكاء واخيرا اخر شيء لازم شويه سبايسي لانه انا بحب سبايسي. جايز
الحين ها اندومي جايز. يلا 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 يلا. لا 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 لا. كل كل كمان. يلا يلا تعال تعال. ما بعد واحد اثنين ثلاثة.